خليل منجد الضاوي باش يزيد يسمعنا ويتحفنا أكثر بصوته المميز بعد نغم اللي هداه إلى القدس، باش نزيدوا نتعرفوا على صوتك أكثر مع يا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلاة بطيب في طيب، صلاة بطيب صافي، صلاة صلاة بيك ملمسك في الجيب، بها يضر من كان خافي. يا محمد يا جد الحسني، يا شفيع الصحابة، واشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين، سلتك بالصحابة، واشفع فينا يا نور العين. يا سيدي يا أبا الزهراء، يا سيدي يا أبا الزهراء، معنا في الدنيا والأخرى، معنا في الدنيا والأخرى. يا سيدي يا أبا الزهراء، يا سيدي يا أبا الزهراء، معنا في الدنيا والأخرى، معنا في الدنيا والأخرى. يا سعد اللي زارك مرة، يا سعد اللي زارك مرة، متع العينين اشفع، واشفع فينا يا نور العين. برافو، يعطيك الصحة منجد، إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فينا إن شاء الله. آمين، هذه أمنية كل مسلم إن شاء الله، نكونوا إن شاء الله ربي وصلنا إلى بر السلام، إن شاء الله نفوزوا بالجنان إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيك الصحة منجد، وإحنا كيف نسمع صوتك نقولوا طاقة مميزة وطاقة بسم الله ما شاء الله. اليوم السؤال منجد ضاوي، علاش مش معروف في الساحة الفنية التونسية؟ علاش ما عندوش إنتاجات خاصة؟ موجود الجواب. أول حاجة كما قلت لك، أنا بحكم التزاماتي الدراسية كي خديت البرك، يعني ملاحظة حسن. يعني لقيت روحي ماشي في فنية ما نقولوا ترين، وفي حاجة تجيب حاجة. مشيت عملت بريبا، بعدين عملت ليكول دانجينيور، وكل يعني نجم نقولوا يغمروا الفنان، يغمروا الفنان، يخليوهاش خليوهاش يطلع بطبيعة الحال. بريبا وكل شيء، واحد يجعله يتنفس معناتها مش يغني. بعدين ليكول دانجينيور كيف كيف، فهمتني؟ زاد فما ديزونجاجمون، فما قراية، فما يعني متاعب وكل شيء، فهمت؟ لكن هذا ما يمنعش كوني في الأثناء نحاول كل مرة يعني نعمل حاجة في الرصيد الفني متاعي. في 2006 قبل ما قلت لكش، في 2006 شاركت في المهرجان الوطني للموسيقى. أيامتها للأمانة ما كنتش يعني متابع الإنشاد الديني، معناتها فهمتني. شاركت في الغناء الفردي، خديت الجائزة الأولى في المهرجان الوطني للموسيقى بطبيعة الحال في الوسط المدرسي، يعني في المنتخبات الجهوية وكذلك في الليسي وكل شيء، في الجائزة الأولى. بعدين في سنة 2011، خمس سنين بعد عام الثورة، وكذلك عام الثورة، مبارك علينا الثورة لما. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله من حسن إلى أحسن. 2011، 20 أوت 2011 شاركت في مهرجان الأغنية التراثية بقليبيا، مهرجان الهادي التاكولي. كيف كيف خديت الجائزة الأولى الحمد لله، أي في قليبيا، مهرجان وطني يعني على شكل ناسيونال. خديت الجائزة الأولى الحمد لله، وفقني ربي. وبعدين كالعادة ترجع للقراية وإلى آخره إلى آخره. وكان الموعد مرة أخرى في سنة 2013، يعني خديت الاحتراف الفني، عديت عملية الاحتراف ووفقني ربي والحمد لله، خديت بطاقة الاحتراف الحمد لله. لهنا شنو حس برأيك وانت معناتها مشرف على نهايه مسيرتك الدراسيه، من بعد انت معناها في صغرتك تديت شويه بالدراسه،
وتوا ممكن باش تلهي شويه بالخدمه. شوف كيفاش باش توفق بين خدمتك والفن، رغم ان انت في وقت الدراسه ما كنتش عاطي مجال اكثر للفن. للامانه انا يعني بالرغم من اللي كنت معناتها الحمد لله الحمد والمنه طول الله وحده كوني كنت يعني باهي في دراستي وكل شيء، لكن انا نحب الفن برشا. انا راني نحب الفن. فهمتني، نتنفس فن. فهمتني، تحلم تكون مشهور معروف؟ بون، مش الشهره هو الاوبجيكتيف يعني. مش الشهره ولا ما أنا كيما قلت لك انا مانيش نلوج اني نكون نجوم في الدنيا، ان شاء الله نكونوا نجوم يوم القيامه. احنا النجوميه ممكن انت فهمتها من زاويه اخرى. اي فنان عنده صوت لازم يتعرف اعلاميا، لازم تكون عنده انتاجاته الخاصه، هذه هي الشهره اللي حكينا عليها. وكذلك هذيك بطبيعه الحال هذيك حاجه طبيعيه، اذا كنت تحب صوتك يبرز، كنت تحب الصوت خاطر راهي الطبيعه راهي تحب الظهور. الطبيعه دي سمعتها مره من عند فنان مغربي قدير محترم برشا ومعروف ديجا عنده يعني سيت السيد رشيد غلام. فهمتني، يحكي مره قال الطبيعه تحب تظهر. الطبيعه تحب تظهر يعني حاجه جمله معقوله وفهمتني صواب على الاخر يعني. فهمتني كيما قلت لك بطبيعه الحال باش تبراتيكي انت وباش تظهر وباش تخدم والى اخره الى اخره، باش دونك لازمك تعمل انتاج ولازمك تظهر ولازمك تسعى. لازمك تسعى ولازمك تسعى. يعني كيفاش ترى روحك انت باش تظهر في الساحه الفنيه يوما؟ اول حاجه الساعة لازمني نكون جدي. نكون جدي، اهم حاجه ان نستحفظ على روحي. استحفظ على روحي يعني هذيك من اهم الحوايج، انه الانسان يستحفظ على روحه، خاطر الفن راهو كي الرياضه كيما فهمتني كيما اي دومين، راهو اي دومين الانسان لازم يستحفظ باش يكون ديما مركز. يعطيك الصحة مجد، نسأل وزاد كذلك التوفيق ليك، ان شاء الله تكون معروف وتكون عندك انتاجات خاصة واول البوم يكون حصري للراديو التونسي. ان شاء الله ان شاء الله ناخذوا وصلة مع الحضرة التونسية بتأمين زميل سيف السويدي ونرجعوا.